ألف يمين بدها تنام هالوقت، بتحبيني يا بابا؟ لا لا بتحاول تنام هي. أحمد أنوار، ها خلاص أنا تحت أمرك من أختي منال يا فندم. خليت منال تسلم. منال لا بمزح معك، اسمعي، عندهم بلحة، عندنا الشنوار. أنا هنا قلت لك. طيب بغداد، أعلمك جملة، شو تشكي وجنديلك مشين كرش بغداد، ششكي ششقي وشنديلك مشين كرش. يا جماعة اللي عليه مصاري وعليه دين يدفعهم من خلال ميزة شكرا، وأنا هحكي لكم إياها باللهجة اليمنية، ششقي وشنديلك مشين كرش. يلا بغداد اتعلم يا بغداد. حسن، أسأل الله أن ينصركم أهل غزة، اللهم آمين. أنا أخوك من السودان، يسعد قلبك أنت يا حسن وكل أهل السودان، الله ينصركم كمان أنت وتوقف عنكم الحروب يا رب، اللهم آمين. ليس أسهل لهجة عندكم، شنو حتى أبدأ فيها؟ زيرو هي تريد النوم، صحيح، إن شاء الله تعالى عاد بدنا نيمها، ربي يحفظها ويخليها لأهلها، اللهم آمين يا أرهم، كل احترام والله. أحمد أنوار سعيد، هو أنت مزعل مريم من ورانا ولا إيه؟ لا والله يا عم أحمد، هي صحيت من النوم بدها تيجي تنام في حضني تاني، إيش أعمل؟ خليكم أنتم مكاني، سابت التخت وسابت العز وسابت الهذا يعني. تعال يا حبيبتي. طيب السلام دوستي، علي السلام عليكم. عليكم السلام. ايش يا بابا؟ احمد انوار ايش تنامي؟ شو هو جاجا؟ طب تروح لماما تخليها تطعميكي. يلا هات بوس كده، هات بوس، هات. ايش سويتي؟ خلاص تروح عند ماما. تعال، تعال انزل، خذ. طب استنى، هاي البنت بدها تاكل. تعال 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 يا بابا، انا اسف، بدهاش تسيبني، اقعدي. خلص انا اسف، حقك علي. بابا ايه اي جاجا جاجا، وينو؟ هاتي، وين الجاجا؟ وينو؟ طب استنى استنى استنى، كبتي، استنى بخلي ماما تطعميك اياه. استنى انزلي شوية، روح لماما، روح لماما وقولي لها طعميني اللي جاجا جاجا. يلا خذي خذي، روح عند ماما. يلا بس هي توسخيش البلاط مريم، انا حافظك. وين ابو الليث ما جاوبني؟ بغداد توتا نورتي اختي رويده، وعليكم السلام توتا. بغداد رويده اعرفها، ششقي وش ندير لك ماشين كرش، حكتها حكتها في بس قبل هيك، وبالفعل انا قريتها، عانيت منها شوي وانا بحفظ فيها او بحاول اقراها، بس زبطت الدنيا. إيه حسن، الله يحفظ لك بنتك ويجعلها من الصالحات، اللهم امين. اخويا حسن من السودان. سارة ممكن تثبت القناة؟ سارة انجازة، ماشي يا سارة. طبعا هذه قناة سارة يا جماعة، تمام، حدا يدعمها، كل احترام لكل الناس الحلوة. احمد انوار، بغداد ابو الليل صراحة بس تاني اليومين دول بتنطط كتير. بغداد كل من رويدة كل احترام. زيرو اخ سعيد ترجم، انا اترجم والله وصعب اني اترجم اساسا، بس هي معناها هاتوا الدين اللي عليكم، هاتوا الفلوس اللي عليكم. بغداد احمد انوار، سارة ان جازا يسلموا كتير، كل احترام. ام مريومة تتكلم انجليزي، قالت جو جو. والله للامانة حكت انجليش يا جماعة هي. طيب احمد انوار، بغداد لازم تشوف لك معاه حل. بغداد سعيد ولا يهمك، اتعلم يمني واعلمك، كل احترام والله. رويده تم الاشتراك، ساره يلا عيش يا ساره، مبروك، تمام.